للانتقال من بيلاجيو الى المنطقه الثانيه هذه، لاني انا الحين في طريقي الى سويسرا، فهذه توفر لي وقت وايد الفيري، لان مكان بيلاجيو مكان يعني في شبه جزيره، مكان متعب يعني، لازم تستخدم الفيري. اذا بتستخدم السياره بتاخذ لك ساعتين زياده، ساعتين ونص للانتقال الى النقطه اللي تبغيها. لما تدخل سويسرا من اي بلد، انت ماجر سياره من اي بلد غير سويسريه، لازم تحط عليها ملصق على الحدود، انتبهوا ترى عليه مخالفات، ممكن كاميرا سكان شيء، انتبهوا دائما نحذر. اي دوله تحتاج ستيكرك ولا ستيكر على الحدود من اي محطه بترول. صبحكم الله بالخير ويوه الخير. حياكم الله. اليوم 2/6/2024 ودرجه الحراره 18 حاليا. هذا وادي فرزاسكا جنوب سويسرا، اقليم تشينكو، قريب منه لوكارنو، اسكونا قريبه من هني. وهذا هذا الوادي من اشهر وديان المنطقه هاي هالاقليم، ويتسبحون فيه، وصنف ك انقى انهار العالم. اليوم الوادي بصراحة ناشف، تقريبا ناشف، لذلك ما تشوفون فيه ناس يسبحون. هذا الوادي يتميز بهالمنازل الحجرية. هذه المنازل تقريبا عمرها 400 سنة في هالمكان. الصورة هنا أوضح للوادي. نواصل تصويرنا. هاي بعض التوقفات في الوادي وانت تمشي، هذه بعض التوقفات. هني التوقف مجاني، تقدر تنزل اكلك، فيه طاولات، فيه حق الجلوس، وهني اطلالة على النهر، وهذا الشلال. ما زلنا في نهر، في وادي نهر فرزاسكا جنوب سويسرا، الاقليم الايطالي المحاذي لايطاليا. يا ليت مسوين نزول، بس يا ليت مسوين جسر. هذا شلال الاخوين، وانت تمشي متجه الى الغريه الحجريه سوغونغو تمر عليه، لازم الشارع يجيبك صوبه، لازم. كل ذوبان ثلوج زائد ينابيع. مساكم الله بالخير ويوه الخير. ما زلنا بتاريخ 2/6/2024 ودرجة الحرارة 17. هذه قرية سونغونغو سويسرا، هذه القرية الحجرية اللي مخلينها مثل ما هي، مسوين لها صيانة أكثر البيوت، طبعا هذه فيها ناس مسكونة، ومخلينها مثل ما هي، حتى الصيانة ماخذين فيها، مخلينها يعني ما تأثر في هيئتها الخارجية، في مظهرها الخارجي نفس ما كانت قبل. هذه مخلينها للسياحة، وجنبها شلال جميل جدا بنزوره بعد شوي ان شاء الله. انا زرتها من قبل طبعا، وعندي تصوير لها سابق، لكن الجديد حب الشديد. انا اقول دائما الورود في كل مكان في سويسرا. هاي الينابيع صالحه للشرب، عبي دبك وروح اشرب اذا عطشان.
دائما تكون باردة. نواصل سيرنا. اليوم أنا بيت فيها في هذا الفندق أول. شوفوا كيف مراعين في الترميم أدق التفاصيل. هذه الكنيسة هذا مطعم إفرا جنب الشلال مقابل الشلال. تطلع من القرية تمشي تقريبا ربع ساعة توصل الشلال. هذا الشلال كذلك حتى الوصول تحت سهل. شوفوا الطريق بس شوفوا الطريق مجمله. قاصر بس هايدي جنبك تمشي. هذا الشلال في له طريق ننزل الى الداخل نتعدى النهر. في جسر هناك من هناك. هاي الينابيع اي مكان تشوفه عطشان اشرب ماي بارد زلال. هذا كرسي النفسيات. نواصل تصويرنا. هذا تشوفوا كرسي النفسيات. نواصل تصويرنا. يلا ونتقدم بعد خطوتين نكون تحت الشلال. نواصل تصويرنا. هذا الشلال وقام يوصلنا الرداد. برود برود برود. هذه البحيرة اللي تحت الشلال. لو الجو حار على طول رواسي رواسي، لكن الرذاذ هذا بارد بشكل.
الله خلصنا. على طول درب الشلال من الغري للشلال تمرنون على هالبيوت كذلك. لاحظوا نغاوة المياه يا اخواني، يوم يقول لك هذا انغى انهار العالم، لاحظوا الاحجار تحسبها حجر حجر، مع ان تشوفوا الماي جاري وبقوة. مسوين طريق للنزول إلى النهر من عند ملاعب الأطفال، حديقة الأطفال، مسوين لك طريق سهل للوصول إلى النهر. هذه حديقة القرية كلها حق الأطفال، وجلسات، جلسات حق العوائل، طاولات، هذه كلها طبعا بشكل مجاني. الملاعب هنا الصوب هذا. لقطات من سويسرا، وانت تمشي تمر على هاللقطات. ما زلنا في وادي فرزاسكا سويسرا. هل يلس الحلوة؟ ياهو جو، ياهو جو. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. اليوم 3/26/24 ودرجة الحرارة 14. شوفوا أجوانا نفس أجواء العوير. الغيم مبراري يطلع، مبراري يختفي اليوم عند ستامباي على الجبال. هذا المكان في بلدة فايدو قريبة من سان كودارد سويسرا، وانت جاي من لوغانو ايك على يدك اليمين. هذا ميسته، اذا الجو حار الجماعة رواسي يسبحون تحته. ننزل تحت، ننزل عند الشلال، وهذا النهر، النهر هذا رافد للنهر اللي مار. شوفوا الأجواء بالله عليك، الأجواء بروحها خيالية. من منطقة يوري وفي بالتحديد في بلدة أنترشن. شوف المناظر بالله، شوف المناظر.
يا رب هذه هي الملكة. تلوموني تلوموني يوم أسميها الملكة. شوف الشلالات اللي نازل من فوق، هاي الشلالات وقت الأمطار دائما هالوادي يمتلي منهم، يمكن 30-40 شلال. نواصل هذا في الطريق وانت تمشي الى شلال ستوب اند فول، توقف سيارتك وتمشي تقريبا 50 دقيقة على حسب لياقتك لين توصل الشلال. الطريق وانت رايح صعود صعود، لكن وانت جاي سريع يكون نزول. هذا بعد يمر عليك وانت ماشي. نواصل سيرنا. ذاك هو شلال ستوب اند فول اللي مشينا له 50 دقيقة. شوف الشلالات اللي في الوادي. يلا نتوجه نكمل مسيرنا. شوفوا يا اخوان الشلالات اللي في الوادي ما اكثرها. شوف المنظر، تقول في عالم الرسوم المتحركة. هذا هو شلال ستوب اند فول، وترى يا اخواني بعض الشلالات تشابه في الاسماء سواء في نفس البلد ولا في بلدين ولا في ثلاث، فالواحد ينتبه من هالشيء هذا. يعني اسم الشلال هذا ممكن تلقاه مثلا بعد 50 كيلو ست في بلدة ثانية هالشكل. نواصل سيرنا. هذا هو شلال ستوب اند فول سويسرا منطقة يوري. اول كنا نقدر ندخل هناك داخل، الحين اشوفهم سكروه، اظني استادوا من الناس.
ممشى لين السيارة في هذا الجزء الحلو. نواصل تصويرنا. شوفوا ذوبان الثلوج كيف. ما زلنا بتاريخ 3/6/24 وهذا شلال برجر ستوبر. المشي له 5 دقائق، الدخول مجاني والوقفة مجانية. الباركينج هناك، هناك الباركينج، وتعال وادخل. هذا راعي التراك، ساعات يكون مفتوح إذا تبغى كوفي ولا، أوقات يكون مفتوح أوقات يكون مسكر. يلا 5 دقائق مشي والدخول مريح جدا. لا ما شاء الله اليوم غوي غوي بصراحة، أول مرة أزوره بقوة هاي. نواصل. هذا طبعا قبل معبر كلاوسنباس، يجيك هذا الشلال.